رياضيا، حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله رسميا إلى دور 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق بركسي بنتيجة 5-2. أحرز الزمالك 3 أهداف في أول 8 دقائق من عمر المباراة عن طريق مهاب ياسر ويوسف أوباما وناصر ماهر، قبل أن يسجل بركسي 2 في الدقيقتين 19 و22. ثم أضاف عبد الله السعيد الهدف الرابع في الدقيقة 81، ثم اختتم ناصر منسي أهداف الزمالك في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع. بهذه النتيجة يتأهل الزمالك إلى دور 16 من كأس مصر ليلتقي مع طلائع الجيش.